الفرنسي افيك دي تري بون ريزلتات. هو سؤال، هو سؤال كان بيقول طبعا اول مباراه ليك في دوري المجموعات مع فرقه كبيره زي النجم الساحلي وفرقتين كبار، والفرقه هو في افضليه ان هو مش هيلعبوا على ملعبهم، هيلعبوا هنا. فانت شايف ازاي المباراه دي؟ والاهلي طبعا عايز يختلس اول ثلاث نقاط ليك في دوري المجموعات. هو رد قال له حياتك، قلت كل حاجه تقريبا في السؤال. فمباراه كبيره بين فرقتين كبار، واحنا عندنا برضو افضليه ان هم مش هيلعبوا على الملعب بتاعهم، هيلعبوا هنا، واحنا هنحاول نفتح القصاره بجهدنا عشان نحقق افضل نتيجه. مرحبا بك كابتن، بونسوار كوتش. انا اعتبر الكوتش وانه ربما النجم الساحلي ينطلق باسبقيه على الاهلي المصري، وانت ليكو اللي مدرب قديم للاهلي ويعرف المجموعه مع فطاي. Et pour moi, c'est pas si décisif qui est l'entraîneur. Peut-être il a un petit avantage parce qu'il connaît aussi Ali, mais pour moi, c'est jamais. طبعا البرداش اكد لك ده. طبعا احداث اللي هيعد المباراه في الشباب بتاعتها كويسه. هو زي ما حضرتك قلت ان هو في ان هو ان يعرف يعتبر افضليه بالنسبه لهم ان هو مرن الاهلي وعارف لعيبه، بس ده مش كل حاجه. ممكن انت بتتوضب مباراتك وتساعد وتجهز شغلك وتنزل الملعب، الحاجه دي ما بتبقاش مؤثره في حكايه ان المدرب يعرف اللعيبه او لا. الفترة اللي فاتت الأهلي كان بيحقق نتائج كويسة جدا، هل بيكون ده دافع ليه الفترة اللي جاية وبيسهل عليه مهمته مع الفريق في أفريقيا؟ Question au coach René. René, donc c'est votre première expérience en Afrique, contrairement au, à votre club à l'Ali, c'est le plus grand club de l'Afrique avec 8 titres de Champions League. Pour vous, que représente ce nouveau challenge et cette nouvelle compétition africaine que vous êtes en train de découvrir avec votre club? Je me réjouis parce que ça commence avec un très bon match avec un adversaire qui a aussi beaucoup de qualité. تسيبه هو يقول عشان تسجيل البي ان سبور وبعدين انت لخص لو سمحت. سوري غني، vous parlez toute la réponse et après il traduit tout ensemble. Déjà presque tout dit. Je me réjouis de jouer un bon match comme ça contre un adversaire qui est aussi très fort. Et j'espère pour tout le monde, c'est clair hein, que j'espère bien qu'on va gagner, mais j'espère pour tout le monde qu'on va avoir un très bon match demain avec beaucoup de fair play. زي ما قال قبل كده بيتعرف بيقول طبعا ده حاجه تسعده جدا يكون اول مباراه قدام فريق قوي زي النجم الساحلي. وطبعا انا عايز اكسب وبحاول طبعا خلال الفريق بلاي اللاعب النظيف حاول ابذل قصاره جهدي عشان اكسب. بس طبعا المباراه هتبقى قويه لان قدامنا حصن كبير وهيبقى ماتش هتقدم مستوى فني. سؤال الكابتن حسين، انا في البطوله قالوا هناك قالوا انه بعض الاهداف بنسبه ضعيفه بعد مباراه وصلت اسبوع في الجونه وبعد رحله خاصه الى تونس. طبعا شغال على حاجه عندنا، طبعا الناس بتشتغل على الموضوع ده اللي هي تعمل استعداد تشوفك كويس جدا. الحمد لله احنا جاهزين ان شاء الله، اتفرجنا على الفرقه واتمرنا كويس كل يوم، فان شاء الله بكره نبقى جاهزين ان شاء الله للفوز. كابتن حسام، هل اقامه المباراه على رادس وعدم اقامتها في سوسه بيدي روح معنويه او دافع لعيبه الاهلي خاصه في النتائج الجيده اللي بتتحقق دايما على ملعب رادس؟ اللي عايز يكسب ما بيفكرش في افضليه انت تلعب على ملعب مثلا سوسه او رادس. احنا فرقه كبيره واحنا الاهلي طبعا معروف، عايز يكسب في اي وضعيه وفي اي ملعب وفي اي ظروف يلعب بيها هيكسب ان شاء الله. كابتن حسام،
الأهلي يواجه غدا مدربه السابق جاريدو. جاريدو قال في المؤتمر الصحفي أنه من أحسن ذكريات، احترم كثير الأهلي ونجومه وتاريخه وجماهيره، وأنه آخر مدرب توج بلقب إفريقي الأهلي من 5 سنوات ما توج إفريقيا، والأكيد أنه طموحكم كبير في هذه النسخة الجديدة للفريق بلاعبين خبرة مثالك وفي لاعبين شبان أيضا للعودة لمنصة التتويج. ده اللي احنا بنسعى ليه، ده اللي احنا بنسعى ليه، نكمل اي بطوله ندخل فيها بنبقى عايزين نحققها للنادي الاهلي وللطموح الشخصي، فده اللي احنا بنشتغل عليه. وطبعا مدرب كبير زي المستر فايلر طبعا يدينا الثقه ويدينا الحاجات اللي احنا نشتغل عليها عشان نبقى رقم واحد ونكسب. مستر فايلر عايزين نطمن على جاهزيه تضم ربيع بعد الاصابه امبارح. Vous savez plus que moi, il n'était pas blessé. سؤال كابتن حسام، خبرة كبيرة في الدوري أبطال أفريقيا، قيمة المباراة الأولى بالنسبة ليك يعني كابتن فريق ولعبت كثير مباريات في دوري أبطال أفريقيا، المباراة الأولى دائما هامة في دوري المجموعات. أكيد طبعا أنت تبدأ المشوار بتاعك بثلاثة نقط، دي طبعا هتفرق معاك بعد كده. انت بتلعب بره ارضك، فلما هتكسب هتكرمك بعد كده، انت عندك الماتش التاني لو كسبت برضه يبقى 6 نقط، فدي تفرق معاك في المجموعات لما الغلطه ما تخلصها، هتفرق معاك الماتش بكره ان شاء الله. في لعيبه كتير في الاهلي لعبت افريقيا الفتره البطوله اللي فاتت واللي قبليها، في عندها خبرات كتير على عكس النجم الساحلي، هل ده بيدي الاهلي افضليه في المباراه بكره ان شاء الله؟ زي ما قلت يعني الكويس معاهم هو اللي هيكسب. احنا عندنا خبرات بس ان شاء الله نبقى موفقين بكره ويبقى الماتش صالحنا ان شاء الله.